بسم الله الرحمن الرحيم. بعدا يعني كنشكرك على الاستضافه. مقابله ديال غدا يعني خصها يعني واخا الرجاء البيضاوي يعني هادي خصهم يعني يفوزوا بالمقابله، حيت الرجاء يعني الجمهور ديالو كيطالب، كعارف ان الرجاء فريق كبير كما يعني معروف الالقاب ديالو وداكشي. الجمهور حتى هو يعني عطشان الالقاب ديال الشامبيونز ليغ، شحال ديال الرجاء ما يعني ما حققش الكاس ديال الشامبيونز ليغ، وان شاء الله كنتمنى لهم التوفيق ويكونوا في نار ديالهم كما يعني عودونا ديما. الرجاء البيضاوي راه كتلعب كره يعني حديثه وكره في الارض كما كيقولوا الجمهور الرجاوي، وبغيت الجمهور حتى هو يساندهم يعني ان شاء الله من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه 90، والله يسهل عليهم هادشي اللي نقدر نقول لهم. للمزيد من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.